إذن أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، هذه المرة في قلب مهرجان المرأة بمدينة سلا في دورته 16 سنة من الفن، 16 سنة من الإبداع، 16 سنة من الثقافة، 16 سنة من السينما. أنيساتي سادتي، مهرجان السينما بطعم المؤنث اليوم طاقم جريدة ألوان كوم كيتواجد في قلب المهرجان باش نقل لكم الكواليس ديال هذه الدورة بعدسة كمال الشرقاوي. بقاو معنا. شكرا اولا على تواجدكم معنا، لان هاد المهرجانات والفنان بدون صحافه بدون اعلام ما كتكونش عنده القيمه، فحضوري في المهرجان انا فرحانه بزاف باش نشوف هاد الوجود، نشوف هاد الجمهور العظيم. هاد المهرجان هو مهرجان مهم بالنسبه للمغرب، لانه كيوصل واحد الرساله للعالم ان المراه المغربيه بخير، وان المراه المغربيه دائما متواجده وبقوه. وهذا المهرجان هو كيعطي القيمه جوستومون للمراه بصفه عامه، وبخصوص المراه المغربيه كونه انه في البلد المغربي. الوجود ديالي اليوم هو الاحتفال بالدوره 16 لمهرجان السينما المراه بسلا بالمغرب. فاليوم ماشي المهرجان ديال السينما بوحده، ولكن هذا عرس فني لكيلاقي الفنان او الفنانه بالجمهور ديالها، فهو عرس وجا في هذا الوقت اللي هو عيد الاستقلال ديالنا، اللي كنجددوا الولاء ديالنا لصاحب الجلاله محمد السادس نصره الله، الله يشافيه. وكما كتعرفوا هذه الدوره هذه عندها واحد الميزه خاصه، المقام المراه، ولو للمراه مقامه خاصه ماشي غير المهرجان او لعيد المراه ولا هذا، فالمراه نحتفل بها يوميا. لما نقول المراه فهي منها اخت، زوجه، ام، صديقه، فكل الاحترام للمراه. وهذا لو تيتر هذا اللي عطاوه للسينما المراه غير كتكريما، ولكن هي مكرمه من عند يقول عليه الصلاه والسلام: لا يكرمهن الا كريم ولا يهنون الا لائم. فالمجتمع الفني يكرم المراه بهذه الطريقه، فهنيئا لنا بها وهنيئا لنا بهذا العرس الفني. فتحياتي لكم وشكرا لهذه المنابر الاعلاميه اللي تواكبوا هذا ليزيفينمون لو بلوز امبورتون فريمون. اي جو ميرسي دو تو مون كور، معكم نصر المغربي ممثل دولي ووطني. مشاهدينا الكرام، كانت هذه الكواليس الحصريه من قلب مهرجان سلا، وكنوعدكم بالمواكبه طيله هذا الاسبوع باش نقل لكم اجواء هذا المهرجان المتميز. مشاهدينا الكرام، مهرجان السينما، مهرجان الثقافه، مهرجان الفن والفنون بطعم المؤنث، مهرجان مدينه سلا في دورته 16. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.